السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ولادي وبناتي وكل متابعينا على مصر التعليمية. أهلا بيكم حلقة جديدة من منهج الصف الأول الإعدادي، مادة الدراسات الاجتماعية. النهاردة إن شاء الله عندنا درس مهم ودرس مليان معلومات زي ما عودناكم دايما في دروس التاريخ والجغرافيا في منهجنا. لكن في بداية الحلقة وفي بداية الدرس النهاردة أنا عايزة أقول يعني نصيحتين مهمين جدا لولادنا اللي داخلين على الامتحانات وفي موسم الامتحانات. نصيحة للولاد، حاولوا بقدر الإمكان تناموا كويس وتاكلوا كويس وتراجعوا كل الأسئلة اللي موجودة في كتاب المدرسة، وبلاش تقعدوا توتروا نفسكم يعني وتقولوا ده احنا الامتحان ده صعب وهنسقط وهنجيب درجات مش كويسة. انا عايزه الناس تركز وتنام بدري وتاخد قسط كافي من الراحه علشان نقدر نركز واحنا في الامتحانات ونكتب كل الاجابات اللي احنا طول السنه شغالين وبنحل فيها وبنراجع عليها، ونرجع لكتاب المدرسه. كتاب المدرسه مليان نماذج من الخلف كده، هي اللي فيها كل الاسئله المهمه. بلاش تشتتوا اتجاهات في المراجعه، ركزوا. النصيحه التانيه لاولياء الامور، حاولوا بقدر الامكان ما تضغطوش على الولاد وتوتروهم اكتر او تبقوا انتوا كمان متوترين، لان التوتر ده بيتنقل للولاد. النصيحتين دول النهارده بما ان احنا بدأنا خلاص في يعني موسم الامتحانات وخلاص كلها يعني ايام بسيطه، واتمنى ان يكون ترم سعيد عليكم وتحققوا فيه اعلى النتائج وتنجحوا كده بتفوق وبجدارة. نبدأ في درسنا، ودرسنا النهارده بيتكلم على مظاهر الحضاره اللي كانت موجوده في حياتنا او في مصرنا الفرعونيه. النهارده عندنا درس بيتكلم على ايه اللي كان مكون الحياة الفرعونية، وايه اللي خلى الحضارة الكبيرة دي تقوم ويعني توصل لدرجة كبيرة جدا من الرقي اللي بهر العالم كله. فعندي مجموعة من العوامل وحاجات كده، مكونات داخل الحضارة هي اللي خلتها توصل بهذا الشكل وإلى الآن مبهرة لكل العالم. أنا عندي حاجات مكونة الحياة اللي كانت في مصر، حياة سياسية، حياة اقتصادية، حياة دينية. الترم التاني هناخد كمان الحياة الاجتماعية وهناخد الفنون، دي روائع في حضارتنا المصرية القديمة. النهاردة إن شاء الله إحنا هناخد أول حاجة أو أول مظهر من هذه المظاهر، ألا وهو الحياة السياسية اللي كانت موجودة في مصر. يا ترى المصريين القدماء كانوا بيديروا دولتهم بإيه؟ يعني كانوا بيعملوا ايه عشان الدولة تبقى منظمة كل هذا النظام وجيدة وكفء بهذه الدرجة. احنا عندنا الدرس بتاعنا اسمه الحياة السياسية من روائع حضارتنا المصرية القديمة. والحياة السياسية ديت ربنا سبحانه وتعالى وهب لمصر عوامل لقيام الحضارة، يعني مش بس كده احنا صحينا لقينا عندنا حضارة، لا، احنا عندنا عوامل ادت الى قيام هذه الحضارة العظيمة وساهمت في وجودها. أول هذه العوامل طبعا نهر النيل، ده وفر لنا المية، وفر لنا الاستقرار، عمل نوع من أنواع كده يعني الثبات الانفعالي كده، الناس بقت مطمنة إن عندها مية وعندها زرع. كمان موقع مصر المتميز، موقعها المتميز وإطلالتها على بحر متوسط والبحر الأحمر وموجود النيل، فده خلى فيه اتصال بينها وبين العالم. كمان مناخ مصر المعتدل، المناخ المعتدل ده بيدي فكر وبيدي كده بيدي نوع من انواع الراحه ان الناس تقدر تعمل حضاره وتبني وتعمل مشروعات كبيره زي الاهرامات، زي المشروعات اللي احنا اتكلمنا عليها في الدول اللي درسناها. كمان الطبيعه الغنيه بالموارد. الطبيعه الغنيه بالموارد كانت مصدر مهم جدا من مصادر الهام المصري القديم، قدر يبقى عنده احجار وقدر يبقى عنده معادن وقدر يستخرج النحاس وقدر يعمل حاجات كتيره من موارد البيئه اللي كانت عنده. الإنسان المصري مكتشف وبطبيعة الحال بيحب بلده ومعتز ببلده، واللي ساعده على قيام هذه الحضارة إنه هو نفسه إنسان مكتشف وعنده قدرة كبيرة على الابتكار. طب يا ترى إيه الحضارة أو إيه الحياة السياسية دي بتتكون من إيه؟ عناصر مكونة للحياة السياسية. أنا عندي الحياة السياسية دي كيان الدولة من الداخل، مكونات كده هنعرف كل مكون منهم أو كل حد مشترك في الحياة السياسية ووظيفته ايه، دوره ايه، بيعمل ايه. على رأس النظام او الحياة السياسية اللي كانت في مصر كان الفرعون. الفرعون ده اعلى حد كان موجود، تحت منه او بعد منه بدرجة جه الوزير، بعد كده جم حكام الاقاليم، بعد كده جت الادارة المركزية والمصالح الحكومية. ترتيبة كده، الفرعون بعد منه الوزير وهنقول ليه، بعد كده حكام الاقاليم، بعد كده الإدارة المركزية والمصالح الحكومية. طب يا ترى الترتيب ده
يعني ناجح بكفاءة لدرجة ان احنا نبقى يعني عاملين كل الآثار وتاركين كل الحضارة ده؟ الحقيقة أيوة، لأن كل التنظيم ده عاد بالنفع على الدولة الفرعونية القديمة. مبدئيا مين هو الفرعون؟ معانا هنا كده على العرض بتاعنا، الفرعون ده هو الملك المقدس، أعلى رتبة في الدولة وأعلى حد موجود في الدولة، وكمان هو مقدس، هو صاحب النفوذ في كل حاجة دينيا، يعني ليه سيطرة كده دينية ودنيويا، يعني هو حاكم، وكمان كانوا بيألهوه يدوله صفة ان هو إله وليه حكم ديني. هو جامع لكل السلطات اللي في إيده، وكمان مفروض على الجميع طاعته. يعني الفرعون ده كان أعلى حد في النظام السياسي، وكان ليه كل السلطات وعلى الجميع طاعته، وكان ليه السلطة الدينية والدنيوية. تعرفوا الفرق بين الاتنين؟ الدينية يعني هو مؤله والناس بتقدسه وبتعتبره يعني هو ده رمز الحكم الإلهي اللي موجود في البلد، ودنيوية مختص بقى بالمشروعات وبحماية الدولة وبإقامة أي مشروع هيبنى، مثلا وليكن زي مثلا الأهرامات، زي بناء سد، زي بناء قلعة. هو دوت الفرعون وظيفته إن هو يبقى مسؤول عن كل الحاجات دي، ولكن ليه وظيفة عليا وأكبر، ألا وهي الدفاع عن البلاد ضد المعتدين وصد هجمات المعتدين. يعني كل الحاجات دي كان هو بيبقى مشرف عليها يعني بدرجة أعلى، ولكن أهم حاجة إنه يوفر الأمن والأمان ويقيم العدل بين الناس في بلده اللي هي مصر القديمة، وكمان يصد المعتدين، أي حد يحاول إن هو يعتدي على البلاد يقف له هذا الفرعون، لاستقرار البلد وتوفير حياة كريمة للشعب المصري في مصر القديمة. طيب يا ترى الفرعون كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي هيقدر يدير هذه الشؤون لوحده؟ هيقدر يعمل كل الحاجات دي من غير ما حد يساعده؟ قال لا، هو بعد فترة كبرت الدولة المصرية القديمة، وبدأت هذه الدولة تبقى يعني مترامية الأطراف، واحنا هنقول فين وفين الدولة كبرت قد إيه، فاضطر الفرعون إنه يعين له وزير. مين الوزير وليه عين ليه وزير؟ بيجي لي سؤال كده، بما تفسر اتخذ الفرعون وزيرا له؟ ليه يا ترى؟ بما تفسر، ما السبب؟ إجابة بسيطة جدا، ناس ما تقعدش تحير نفسها، الإجابات واضحة ومباشرة، ليعاونه في إدارة شؤون البلاد. البلد كبرت والمصريين القدماء عمالين يعملوا مشروعات وأهرامات وسد وحاجات كتيرة جدا، فالمهام دي كترت، فالوزير الفرعون عين وزير ليساعده في شؤون البلاد، يعاونه ويساعده. كان الفرعون يعني بيسند المنصب ده عشان هو منصب مهم جدا لأحد أبنائه أو أحد أفراد الأسرة المالكة، يعني بيخلي حد من أبنائه أو أحد أفراد الأسرة المالكة هو اللي يكون وزير ليه، يساعده ويسنده في شؤون الحكم، أو يختار أي حد تاني. ولكن كان الوزير ليه مجموعة من السمات والصفات أساسية جدا في اختياره، يعني ما يجيبش أي واحد كده وخلاص يعينه وزير ليه، لا، كان بيتسم، لازم إنه يتسم بالعدل، الحكمة، الخبرة الواسعة، حسن إدارة الأمور، العلم، الخلق الطيب. يعني الفرعون كان بيختار وزير عنده عدل، يقدر يحكم بين الناس بالعدل، ما يبقاش بيحابي لأي حد أو بينصر فئة على فئة، وكمان يبقى عنده حكمة، لما يجي الفرعون يشوره أو يسأله في أي قرار يديله رأي حكيم، رأي صواب. الخبرة الواسعة، يبقى عنده معلومات وخبرة في إدارة شؤون البلد، في إدارة شؤون المساعدة، يعني يقدر يدي مشورة تساعد. كمان حسن إدارة الأمور، يعني لما يجي الفرعون يسأله في حاجة ما يستعجلش في الإجابة، يدرس الأمر ويبقى عنده حسن تدبير وتصرف في الأمور، مش يقول أيوة يا مولاي خلاص هنعمل ده، قد تكون دي حاجة مش صح. كمان العلم، لازم يبقى ملم بالعلم. ويمكن احنا خدنا إن كان عندنا وزير في أول خالص دولة خدناها، وزير الملك زوسر، ده كان عنده علم كبير جدا، إيموحاتب، وكان يعني مسمينه إله في الفنون والطب، وكمان كان لابد أن يتسم بيه الخلق الطيب. دي سمات الوزير ولازم تبقوا عارفينها كويس، ده من ضمن الحاجات اللي خلت الدولة المصرية تكون حضارة وتبقى دولة مستقرة. طب يا ترى إيه بعد كده؟ حكام الأقاليم.
احنا عرفنا ان مصر كانت اقليمين شمالي وجنوبي، ولكن لما اتحدت يعني في البداية خالص كانت مصر في نظام الإدارة المحلية كان لكل اقليم حاكم مستقل. لما جينا خدنا في الاول خالص قلنا ان كل اقليم شمال او جنوب كان ليه حاكم مستقل، ولكن بعد الوحدة اصبحوا الحكام دول بيتعينوا بواسطة الملك، الملك اللي هو الفرعون، ما تتلخبطوش من الكلمة. يعني بعد ما حصلت وحدة بقى الملك يعين وزير يساعده، وبعد كده يعين حكام أقاليم، الحكام الأقاليم دول برضو ليهم وظيفة معينة. طب يا ترى كانت وظيفتهم إيه؟ كان ليهم وظيفة الإنابة عن الملك. يعني إيه الإنابة؟ يعني ينوبوا عن الملك في إدارة شؤون الإقليم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الفرعون أصدر قرار، مش معقولة هينزل كل يوم يروح الإقليم اللي هيعمل فيه المشروع ويتابعه بنفسه، لا، كان بيعين حاكم للإقليم ينوب عن الفرعون في تنفيذ هذا المشروع أو في إدارة شؤون الإقليم بشكل كامل، ويدي بقى يعني تقرير أو يدي النتيجة اللي تمت للفرعون أو للوزير اللي يعلوه في التسلسل ده بتاع الحياة السياسية. طيب كانت وظايفه إيه؟ زي مثلا الإشراف على المشروعات، احنا هنعمل مشروع فحاكم الاقليم يشرف على هذا المشروع، يوفر له العمال، يوفر لهم غذاء، يوفر لهم الادوات والموارد اللي هيشتغلوا بيها، كمان حفر الترع. يعني لو هيعمل ترعه مثلا، الفرعون بيدي له امر انه هيعمل ترعه، فحاكم الاقليم هيقف لما كل العمال تبقى موجوده وكل الحاجات الجاهزه للحفر ويشتغل، يعني يشتغلوا تحت سيطرته. كمان تخزين المحاصيل والغلال وحفظ الامن كان دور مهم جدا لحاكم الاقليم، ان هو ده الشرطه اللي موجوده في الاقليم هو اللي بيحفظ الامن ويدير شؤون هذا الاقليم بشكل كبير ومنظم. يبقى احنا كده قلنا الفرعون، الوزير، حكام الاقاليم، خدوا بالكم من وظيفه كل حد. بعد كده جات لي ادارات مركزيه. الادارات المركزيه دي من كتر نظام الحكومه المصريه وكتر فكر ووعي الإنسان المصري عمل إدارات مركزية كمان داخل الدولة عشان يسهل إدارة الدولة ويسهل الإلمام بكل الأمور اللي تقدر تخليه يدير الدولة بشكل منظم. طب يعني إيه إدارات مركزية؟ إدارات زي مثلا زي دلوقتي مثلا الوزارات كده. إحنا عندنا دلوقتي الدولة بتاعتنا المصرية حديثا فيها وزارات. الإدارات المركزية ديت كانت ليها يعني الوزير كان بيرأسها، وبعد من يعني تحت ايده في مجموعة من الموظفين وهم رؤساء الادارات المركزية. الادارات المركزية زي دلوقتي كده عندنا الوزارات. طيب يا ترى هي كانت ايه؟ الادارات دي كانت متخصصة، مش كلها كده سايبة كده في اختصاصاتها، لا، دي كانت محددة ومختصة كل ادارة بمجموعة من المهام. اول حاجة كان عندي اسمها الادارات العامة، كانت ادارة الوثائق الملكية. يا ترى ايه كان اختصاص هذه الوثائق الملكية؟ قال انها كانت مختصة بالاوامر والمراسيم الملكية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الملك بيطلع مجموعة من الاوامر والمراسيم، جمع مرسوم كده زي بيان كده، فالادارة الملكية دي مسؤولة على انها تنفذ ده. الملك او الفرعون طلع قرار، الادارة المركزية الخاصة بالوثائق الملكية توزعه وتنشره وتبقى مسؤولة عن انه يتم تنفيذه في كل أنحاء البلاد. كمان إدارة النسخ والمحفوظات، من اسمها كده نسخ ومحفوظات، دي كانت مسؤولة عن إيه؟ مسؤولة عن أو مختصة بحفظ الوثائق والمخطوطات الأصلية. يعني في الدولة مثلا في خريطة مهمة لبناء الأهرامات، خريطة مهمة لبناء سد، خريطة مهمة لبناء مجموعة من المقابر أو معبد أو بهو معبد أو أي حاجة، كانت دي بتبقى وثائق مهمة. مثلا وثيقة كده فيها ان هيحاربوا، في جنود، في معلومات مثلا عن الجيش. الإدارة بتاعت النسخ والمحفوظات كانت مختصة بحفظ هذه الوثائق، كانت بتاخد كل الأوراق المهمة دي وتحفظها عندها، زي ما احنا دلوقتي كده بنخزن كل الحاجات المهمة عندنا مثلا على جهاز الكمبيوتر بتاعنا أو في أرشيف أو في خزنة. دي كانت وثائق إدارة النسخ والمحفوظات الأصلية، خريطة، بيان مهم، بيان عن الجيش، حرب، معاهدة السلام اللي كان عاملها رمسيس، دي حاجات مهمة كانت بتحفظ في إدارة النسخ والمحفوظات. بعد كده في إدارة كمان اسمها إدارة الحقول، ودي من اسمها باينة، إدارة الحقول يعني مسؤولة عن الأراضي الزراعية، مختصة بشؤون الزراعة، الزراعة، المحاصيل،
الري، كل الحاجات اللي بتختص بيه الحقول. الحقول دي جمع حقل، وهي القطعة من الأرض الزراعية كانت بتختص بيها إدارة الحقول. إدارة كمان كان اسمها إدارة الخزانة. إدارة الخزانة كان دورها إنها تختص بالحفاظ على موارد الدولة المائية المالية سوري المالية الموارد المالية اللي هي الفلوس اللي بتدخل للدولة. إحنا بعنا محصول بكذا، هندخل الفلوس بتاعته في إدارة الخزانة ونرجع ناخد جزء منه علشان نعمل مشروع أو ندي رواتب للناس. دي كان اسمها إدارة الخزانة، وكانت مسؤولة خزنة، هي مسؤولة بالأمور المالية. إدارة كمان برضو من اسمها سهلة وواضحة جدا، وهي إدارة القضاء. القضاء اللي هو المحاكم، القضاء. القضاء كانت بتشرف على المحاكم التي تحكم بين الناس وتفصل في النزاع بينهم. إيه النظام ده؟ يعني معقولة دولة في كل القدم ده وكل التاريخ القديم دوت تبقى مترتبة ومتنظمة بهذا النظام الجيد؟ شوفوا المصري القديم كان مرتب أموره إزاي؟ إحنا لازم نتعلم من المصري القديم أجدادنا إن إحنا ننظم أمورنا وننظم عملنا بشكل مرتب ومنظم، ما نمشيش كده بشكل عشوائي غير مرتب. يبقى أنا كده خدت 5 إدارات. أول حاجة الوثائق الملكية، النسخ والمحفوظات، إدارة الحقول، إدارة الخزانة، إدارة القضاء. طب يا ترى كان مين اللي بيشتغل فيهم؟ المصري القديم من زمان وهو فاهم وعارف دور العلم، كانوا بيشغلوا في هذه الإدارات الكتاب، الناس اللي بتعرف تكتب وتقرأ، الناس اللي عندها مهارة العلم. يعني المصري القديم المتعلم كان بيشتغل في هذه الوظائف الهامة، وكمان مش كده بس، ده كان بيترقى في هذه الوظائف كلما زاد علمه، كلما يعني وصل كده لمستوى عالي من العلم يرقوه في المنصب اللي هو فيه، وبدأوا يرقوا الناس اللي هي عندها علم للمناصب العليا في الدولة. يبقى برضو نتعلم من المصري القديم إن إحنا بالعلم نقدر نوصل لأعلى المناصب ونقدر نحقق نجاحات طول حياتنا. تنظيم العمل والعلم حاجة مهمة جدا ودروس مستفادة من درسنا النهاردة. هم نظموا عملهم بشكل جيد ومنظم، وإدارات منظمة مختصة كل إدارة بشيء معين. ومش كده بس، هم جمعوا الكتاب اللي عندهم علم وقدرة على الكتابة والقراءة، عينوهم في هذه الإدارات، وكمان بقوا يرقوا الناس اللي عندها مناصب، اللي عندها مستويات أعلى في التعليم لمناصب الدولة العليا. يا ترى إيه كمان كان في دولتنا المصرية القديمة المنظمة المبهرة؟ كان عندي جيش، كان عندي الجيش والأسطول في مصر القديمة. وطبعا الجيش ده كان أداة أو إدارة لتحقيق السلام. المصري القديم يا ولاد ما كانش من دعاة الحروب أبدا، هو من ساعة ما عرف الأرض وعرف النيل استقر وتعلم الزراعة. الكائن اللي بيستقر والبني آدم اللي بيستقر ده ما بيبقاش دعاة لحرب أو بتاع حرب وكل شوية يعمل معركة أو يعمل مشكلة، لا، هو كان مستقر ولكن كان بيفضل الحياة الهادئة، ولكن عمل جيش قوي علشان يقدر يصد بيه أي هجوم أو عدوان. المصري القديم لما عمل الجيش أنشأ أول جيش نظامي، يعني عمل جيش منظم في عصر الدولة الحديث، أمن بيه كل حدود البلاد من الأخطار الخارجية، وإحنا شفنا ده في الدولة الوسطى والدولة الحديثة اللي هي عصر المجد الحربي. كمان حرر البلاد من المعتدين الغزاة اللي إحنا ذكرناهم طول ما إحنا شغالين. كمان كون إمبراطورية كبيرة جدا واسعة شملت في مصر والشام وبلاد النوبة. احنا طول ما احنا ماشيين كده عرفنا ان المصري القديم توسع في مصر ووصل لبلاد الشام ولبلاد النوبة. مش كده بس، ده نوع كمان من الأسلحة اللي موجودة في الجيش. كان عنده رمح، وكان عنده حاجة اسمها درع، حاجة كده زي حاجة مدورة كده بيمسكها الجندي يحمي بيها نفسه، درع. وكان عنده الخنجر اللي هو شكل السكينة كده بتاعتنا دلوقتي، وكان عنده الأقواس والأسهم. الأقواس والسهم دي ممكن يصيب بيها العدو من بعيد. وكمان آخر حاجة كان عندنا العجلات الحربية اللي خد فكرتها من الهكسوس، وقدر المصري القديم إنه يطورها ويدخلها في الجيش ويستفاد بيها. درسنا النهاردة كده يعني خلص، مستنية الأسئلة بتاعتكم، وأي سؤال عندكم سيبوه لنا على صفحة القناة، وأشوفكم على خير في حلقات تانية إن شاء الله.